قلنا بأنه في المعاد الروحاني هناك التذاذات وكمالات وسعادات لا يمكن أن تقاس بتلك التي تحصل من خلال البدن والجسم. بعد أن ينتقل الإنسان إلى تلك العوالم وهي عوالم النور وعوالم التجرد الماحظة، هذه العبارات التي يشير إليها وهي أنه تنعكس الحقيقة والواقع، أننا لا نستطيع أن نتصور ما يحصل عليه الإنسان في تلك النشآت، فإن لتلك النشآت حقائق ورموز لا يمكن الوقوف عليها من خلال الألفاظ والمفاهيم، ولكنه هذه الألفاظ إنما هي أكثر ما تكون من باب تقريب المعقول من خلال المحسوس. وهذا مرارا ما ذكرناه للإخوة، أنه أنت إذا أردت أن تبين الألوان لإنسان أعمى لا يعرف حقيقة الألوان، من الواضح أن ذلك غير مقدور لك، لأن الأعمى لا يستطيع أن يميز الفرق بين الأبيض وبين الأسود، بين الأحمر وبين الأخضر. هذه الألوان تحتاج إلى قوة خاصة لإدراك هذه الألوان، فإذا كان الإنسان فاقدا لهذه القوة، فاقدا لقوة البصر والإبصار، فإنه لا يستطيع أن يميز بين هذه الألوان. فعلت ما فعلت، نعم من خلال بعض المفاهيم العامة ومن خلال بعض الألفاظ لعله يستطيع هو أن يقرب الذهن، يقرب إلى ذهنه هذه الألوان بما هو مأنوس عنده، وإلا لا يستطيع أن يقف على حقيقة الألوان في الواقع الخارجي. نحن عندما نتكلم عن عوالم التجرد وعن عالم العقول وعن عالم المثال وعن تلك اللذائذ والكمالات التي يحصل إليها الإنسان من خلال الارتباط ومن خلال الوصول إلى تلك المقامات، الحق والإنصاف من قبيل الأعمى الذي يريد أن يفهم الألوان، ولكن هؤلاء الأعلام يحاولون أن يقربوا تلك الحقائق من خلال بعض الأمثلة. استثارة أن الذي يريد أن يبين المطلب أيضا هو مثلي أعمى، خب من الواضح بأنه أعمى يقود أعمى، انظروا القضية أين تصل. وأخرى لا، أن الذي يبين تلك الحقائق الحق والإنصاف أن الله سبحانه وتعالى فتح عين بصيرته، هذا يستطيع لعله أن يوضح لك المطالب أفضل من غيره. أما إذا كان لا، هو أيضا لا يعرف تلك الحقائق إلا من خلال الألفاظ، خب الألفاظ لا تبين الحقائق، وأنت أيضا لا تعرفها، تريد أن تبينها لمن لا يعرفها.